التركيبه بتاعت المرض هي من تركه من 11 لواحد. تعرفنا على بعضنا في فيسبوك، بعد تقابلنا في معناها في الواقع، بعد خممنا شنو حطينا لي بوان، شنو اللي باش نعملوهم وشنو اللي باش نقدموهم للتونس وكل شيء، شنو البروجي بتاعنا، شنو الهدف تاعنا من الحركه. تبع قابلنا قبل جمعتين من معناها من 1 جويلي اللي هو عملنا فيه معناها التاسيس نتاع حركه المرض، معناها ارض الواقع وقدم الاعلاميين وكل شيء. شنو يعملوا بالضبط؟ شنو من جهات؟ شنو هي الجهات نتاعهم؟ شنو هي الاعمار؟ جهات مختلفين، عندنا من سيدي بوزيد، عندنا من سوسه، عندنا من تونس، عندنا من نابل، عندنا بني خلاد، عندنا من حمامات. الخدمه نتاعهم عندنا متخرجين بطاله، عندنا انا كوميرسون، عندنا اشهر حصره، فما موظف عمومي، فما موظفه في الخواص، معناها مختلفين، ما عندناش حاجه خاصه. الفينانسمون نتاعكم منين؟ هذيك المفاجأة، مش مفاجأة، معناها كي نقول لكم الحقيقة تتفاجئوا، خاطر ما كنتوش تصدقونا، برشا ناس ما صدقتناش، لكن فما أغلبية صدقتنا. بون، حركة مرض ما تسحقش فلوس، ما فيهاش مصروف أون بليس، خاطر كل شيء في فيسبوك ولا في سكايب، بالنسبة لنا أحنا، بالنسبة للي كورديناتور وكل شيء نحكي معاهم في فيسبوك، تبعث له الكوبي نتاع هذيك نتاع التمرد ويخرجها هو 100 فرانك ينجم يتبعها، معناها 5 ولا 10 أوراق وكل شيء. اون بليس كي باش يعطيها هو لواحد اخر صاحبه ولا جار ولا نعرفش اللي هو، كيف زاد باش يخسر عليه 100 فرانك باش يتبعها، والورقه فيها 10، معناها ساهله على الاخر ما فيها حتى شيء. في الاخر الكوليكت اللي يهزم عندك ورقه يرجعها لك، كل واحد يرجع للاخر لين توصل الكورديناتور، ساهله على الاخر، ما تسحقش فلوس، ما تسحقش مصروف. برشا ناس يحكيوا على العلاقات نتاعكم مع الخارج، كما قال مثلا وزير شيف دي غوفرنمون، قال انه انتم بتبقى عندكم معناتها شبهات، حركه مشبوهه، علاقات معكم برا. الله يهدي، احنا قلنا صرحنا قداش من مره انه احنا 10 شباب مهمشين، قابلنا في فيسبوك، بعد قابلنا في الواقع، ما عندنا حتى حد يحكم فينا ولا يسيطر فينا ولا يدخل فينا، ما عندنا حتى اطراف خارجيه، ونخدموا لرواحنا لمصلحه تونس، معناها ما عندنا حتى شيء، وان شاء الله ربي يهديه للتشويهات هذيا. فما شكون كونتاكتيكم؟ اتصل بكم من النهضه؟ من ما نحبش نسمي شكون اتصل بينا، لكن فما برشا اتصالات صارت بعد الكونفرنس دو بريس الاولانيه نتاع البيرو جوي، فما بريسيون كبيره من الاحزاب معارضه وحكومه، وفما برشا عروض وفما برشا كذا وكل شيء، لكن احنا ما نحبوش لا نسيسوا الحركه ولا نحبوا ندخلوا مثلا احزاب معارضه ولا كذا ولا أحزاب. فما شكون حزم الاحزاب الترويكا كلموكم؟ حبوا يضغطوا، لا كلموكم، اي حبوا يضغطوا على الموفمون باش يوقفوا معناها ويفشلوا كل شيء. كان تعطينا شويه معناتها نو، ما نجمش نعطيك اكزاكتومون، خاطر نولي كيكا نولي نتهم انا في كذا. لا لا جست تحكي لي بالضبط شو صار. بون، جاتنا تليفونات وجاتنا كذا، شكونكم انتوما؟ شنو تحبوا تعملوا؟ وين تحبوا توصلوا؟ ما عندكم وين توصلوا؟ ماذا بكم سايب عليكم من الموفمون هذيا؟ احنا شرعيين، احنا كذا، معناها حكيت كيما هكا. وفما شكون عرض حتى فلوس؟ فما من الترويكا؟ ما نجمش نقول لك، اما تعرضوا علينا برشا فلوس باش نوقفوا هالحكايه هذيا، وصارت في الحكايه هذيك انشقه قعدت في تمرد، خرجناهم ثلاثه هذوما اللي رضاوا معناها باش يرضخوا لسياسه معينه ولطرف معين وشخص معين. معناتها كنت قداش انتم من الاول؟ احنا كنا 14 ولا 11 وليتوا 11، خاطر الثلاثه هذوكم كانوا خرجوا على اهداف الحركه وباعوا ذمتهم وحبوا يمشيوا في ثنيه اخرى، ربي يعينهم. احنا معناها الهدف نتاعنا هو تصحيح مسار الثوره، ونحبوا معناها بالحق نبدلوا الممارسات اللي قاعده تعمل فيها الاحزاب، البيانات والحاجات هذه الكل، حبوا تكون شبابيه وعفويه خارجه منا احنا. معناها مسيو الو كلمكم سي كمال طيف؟ نو نو، ما عندنا به حتى علاقه، باش ما نظلموش العباد وكل شيء. بون، جاوبت فيه انا في ام اف ام، ما عنده حتى علاقه بينا، ما كلمناش، ما جاش على حكايتنا، وهذيك اتهامات من عند الناس اللي خرجت ما عندها باش ترجع سي نورمال، هما قالوا لهم قولوا فلان باش يزيد يشوهونا اكثر. بالطبيعه علاقه كمال طيف يقولوا مربوطه بالتجمع وكذا، واحنا من غاديك يقولوا لنا ازلم النظام، بوتي اربط وحدك وكتشويهات هذيك معناها سنسنا بيه، لكن احنا ما عندنا حتى علاقه بحتى حد. هو سؤال باهي، لما حنا سالوا الناس الكل، احنا رانا ما عندناش بديل، البديل باش يخرج من عندهم هما بالتوافق نتاعهم هما، احنا باش نعطيو شكون هما؟ اللي هما الاطراف اللي مشتركوهم الكل بما فيهم الاحزاب الحاكمه والمعارضه والاتحاد عام توزيع الشغل والمنظمات والنقابات والفنانين والممثلين الرياضيين الكل. احنا باش نعطيو بون، هذيك هي الحاجه اللي مخبينها توا، اللي احنا باش نعطيو مطالب صغيره وسهله واضحه، كان الناس هذي تؤمن بالديمقراطيه توا يعملوا هما مرحله انتقاليه سلميه وكل شيء، هما واحد توا يتوافقوا، هذيك نمنوا بحاجه اسمها ديمقراطيه. اما ما عندناش بديل،
نعاودها لك مره اخرى ما عندناش بديل. معناتها ما فماش حكومه باش نكونوا محايدين. النجم هذيك من المقترحات نجم تكون حكومه القضاء الوطني، نجم تكون الحكومه هذه تقعد تسير اعمال، تنجم تكون لجنه وطنيه للخبراء، معناها فما برشا اقتراحات. لكن انا في الحكايه هذه ما نجمش انا نتعمق معاك، لكن عندنا شكون معناها خبراء كل شيء ملمومين مع بعضهم ان شاء الله مستقلين باش يحضروا لنا معناها كلمات باش نجاوبك على السؤال هذا اكثر مني يعرفوا خير. انا ما نجمش نعطيك اكزاكتومون. احنا في القصبه بلاس دي غوفرنمون ساحه الحكومه. دونك ديجا انت قداش مره جيت هوني؟ جيت في جانفي 2011. نو انا معناها باش ما نكذبش كل شيء مشيت كان نشرح بالقديبه، ما جيتش في القصبه خاطر ما نشاركش في مهزله معناها كما اللي صايره تو اللي ناس تنادي بمجلس اساسي وكل شيء. انا كنت وقتها عندي راي اخر ما نهزرش هكاكا خاطر احنا توانسه حتى ابار سياسه كل شيء صعيب باش نتوافقوا، صعيب باش تلقى بالحق معناها باش تلقى ناس كل متفاهمه كل شيء. دونك معناها باش ندخلوا في كونفلي خايب على الاخر مع السياسيين في بعضهم وكل شيء، اون بليس مش ينظم مطالب الناس وكل شيء. شفتوا بالدليل انه قعد عامين وما فما حتى شيء. معناتها انت من ما شاركتش في القصبه، كنت رافض. انا من الناس كنت رافض. كنت رافض مجلس تاسيسي. اي كنت نغزر يمكن وقتها نحبوا على انتخابات رئاسيه اربع سنين ومن بعد نعملوا الدستور نتاعنا ولا نجموا نحاوروا الاخر ولا نعملوا واحد جديد وكل شيء. معناها هكاك خير واسهل اون بليس، فهمت؟ باش ما تصيرش تجاذبات هذه الكل، ما تصيرش كل واحد يجبد روحه وكل واحد يخمم في مصالحه وحده ويخمم القدام. معناها برشا مش مصلحة تونس تطلب انه باش نعملوا الحكايه هذه قبل. هكاك انا نظرتي انا. قبل قلت لي انت صوت الافيق افيق افيق ياسين ابراهيم في انتخابات 23 فبراير. خاطر تنجم تقول لي علاش مشيت تنتخب ديجا نهار 23 فبراير؟ شوف هو الانتخابات بالنسبه لي انا نظرتي انا الخاصه انه سي ان كونترا باش تعملوا مع باغ اكزومبل سوسيتي ولا باش تعملوا مع بيرسون ولا باش تعملوا مع حزب ولا كذا. تشوف انت باغ اكزومبل شنو هو السي في نتاعو سي هذاك ولا على شنو انت باش تختار وشنو يحب يغزر كيفاش كذا وتشوف انه كومبيتون ولا لا. معناها مش تختار هكاك معناها مش تحط ورقه في بون. انا براتيكمون معناها ملول بكل قمرت بها خاطر قلت حزب عمره شهرين ولا ثلاثة شهور وقتها زعما باش يوصلوا كل شيء واحد. لكن الامل تاعي كبير برشا انه الشعب التونسي فايق والمثقف واللي يعرف كل شيء ويفهم اون بليس باش يمشي الافاق. وفيكتيفمون جاب اربع بلايص وعمره شهرين، معناها مازال عنده مستقبل كبير ان شاء الله. مازال تمن في حزب افاق بعد ما دخل في البي دي بي؟ لا، اما كي عاود توا خرج يمكن. فسر لي. فسر لك خاطر شوف انا باغ اكزومبل كي مشيت معاه مشيت على مبادئ ياسين ابراهيم وعلى الحزب نتاعو. بعد كي مشى البي دي بي وليت فما سياسه اخرى وفما انتهازيه وكذا واحد وكل شيء. وتعرفوا انتم معناها اللي البي دي بي يتعامل معناها ياسر الديمقراطيه مع الاحزاب الاخرى. اون ديري عندنا 50 سنه ديمقراطيه احنا في تونس. بار كونتر يلزم قرارات ثوريه، يلزم موقف صحيح ثوري. تحس معناها كل مره فما تناقض معناها في القرارات ولا في فهمت؟ هذاك علاش اكزومبل مثلا في شكري بالعيد مثلا في الدستور رئيس احمد نجيب شابي ديرنيرمون مثلا في الدستور قال الدستور مريقل وتتي بيان وكل شيء وش بيكم تعملوا في البلبله هذيا. بار كونتر اللي هو الوحيد اني من الناس اللي معارضه معناها ما فهمناش ومعناها بالدليل انه فما برشا ناس معارضه الحكايه هذه، في برشا فصول وفي برشا كذا مخالف الحريات وكذا وكل شيء. سي بور سا هذا اكزومبل صغير وجديد اون بليس. الاكسيون اللي تعملوا فيهم من 1 جويليه لتوا؟ من 1 جويليه لتوا بون فما عندنا لي كورديناتور يخدموا في التيران يلموا في لي سيناتور وكل شيء ويوصلوا اون بليس يوصلوا في الميساج للعباد باش تفيق وكل شيء باش ما يصيرناش كما صار قبل. ذكرني لي نومبر دو سيناتور. النومبر دو سيناتور هو 870000 لو 14 جوي نهار الاحد. بون توا مازلنا ما عملناش سونداج كل شيء اللي متهذي الكل. اون باراليل عندنا جروب اخر اللي هي قاعد في لي كونتاكت مع كيما قلت لك المنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنيه وناس مستقلين. 870 ألف سيناتور على الانترنت على البيتيسيون تاع الانترنت ولا لا؟ بما فيهم 25 24 ألف اللي في الانترنت، فهمت؟ أما الكل في الكل 870 ألف خاطر كي نجي نحسبهم كل مرة نهار لحد اللي قبل اللي فات. معناها مش هذا يمكن تورى فات المليون ولا مليون واش معناتها تمرد في تونس إلا إيتي انسبيري معناتها من مصر. كيفاش صارت؟ كيفاش صارت؟ بون عندنا كونتاكت بتمرد مصر لكن احنا تمرد مصر خدينا منها كان الاسم وخدينا منه معناها البيتيسيون هذه اللي هي توقيعات تاع في الشارع وكل شيء. بون عجبتنا الفكره خاطر سلميه وما فيهاش عنف معناها فيها حوار وفيها نقاش وفيها ميساج باش يوصل.
كي عجبتنا الفكره كل شيء خدينا التسميه هذيك باش معناها فيسع فيسع ما معناها ما تتعرف وكل شيء تغلينا الفرصه لمحاله. وعندنا هدف مع حركه التمرد نتاع مصر هو هدف واحد لتصحيح مسار الثوره، لكن نختلفوا معاها في حاجات اخرى، معناها مش في كل شيء مستنسخه من مصر. كيفاش مختلفين معاهم؟ بون احنا مختلفين فيهم في في مشاركه المعارضه نتاعهم في والجيش، اللي احنا نحبوا نخليوا المعارضين اكوتيك على حيد مع الناس كل، ونحبوا نخليوا المؤسسه العسكريه نتاعنا محايده تخدم المواطن تخدم مؤسسات وحراسه الحدود وكل شيء. ما نشاركوش في عمليه كما ذا خاطر شفتوا النتيجه وين وصلت، انه تجي تشارك معارضه في حركه التمرد اللي كانت ملول شبابيه مستقله دخل معها معارضه وتقصي طرف ما يمنش فيه شكون سن المرة باش تلقى رياكسيون خايبة، وحتى تقلب العكس معناها، حتى كان تحط ديمقراطي في الحكم والاخرين في المعارضة ويعملوا نفس الحكاية اللي عملوها هذوما باش تصير حرب أهلية. دونك احنا ما نحبوش تشريك المعارضة في القرارات نتاع حركة التمرد ولا في التوجه نتاع حركة التمرد. اش قولك في اللي صار وقت اللي نهارت في مصر نهار 3 جويليا ديريكت القنوات تسكرت، القنوات الإسلامية مع توقع إيقاف أكثر من 300 واحد من الإسلاميين، مرسي التو ما يعرفوش وين موجود وين موقف بالضبط. شوف 150 قتيل احنا هذاك معناها بالنسبة للرأي الشخصي، يعني خاطر هذا الموضوع ما حكيناش فيه في الجروب، أما كرأي شخصي نسميه هنا تعسف على مثلا وسائل الإعلام سيرتو الاخرين، يمكن فما قضايا فما كذا فما حاجات، يمكن ما نتصورش كان الجيش من راسه هكاك باش يهز رئيس يعتقله ولا كذا، ما نتصورش كان من راسه. اما حكايه الاعلام هذه وتسكير القنوات وكل شيء فيها وعليها، خاطر زاد ما تنساش منا نقولوا حريه الاعلام، ومن ناحيه اخرى زاد ما تنساوش القنوات هذيك تبث في الفتنه، معناها فهمت جيت لهم تعذر، هذا رأي شخصي مش رأي الحركه. تصور انه الحركه تمرد تنجح في تونس؟ اي والدليل انه احنا كي بدينا في نهار 3 ايام الاولانيين عملنا 27 الف في الشارع في نهارين ومازال مش معروفين. بعد ولد فيسع فيسع ديجا دهموا علينا برشا، معناها كبرت علينا برشا بالحق، وباش قاعدين نخموا باش نوصلوا اكثر في الكورديناتور، نوصلوا اكثر باش في المعتمديات اكثر وكل شيء، خاطر بحق دهم علينا. اما ان شاء الله باش تنجح. حول الله.